ان هم انا اليوم قرات يعني الصحافه الاستراليه كتبت وزيران ونائب رئيس وزراء سابق ومسؤول شركه نفط الجنوب، ويعني كل المدراء اللي كانوا في تلك الفتره مسؤولين تم ذكرهم اليوم، ولكن نشر الادله على ادارتهم هذا موضوع يخص النزاهه العراقيه. النزاهه العراقيه يجب ان تاخذ زمام المبادره. يا سيدي ما هي زمام المبادره؟ احنا عندنا باستراليا موظفي السفاره في استراليا 3 طلبوا اللجوء باستراليا واتهموا العراق، ويعني سوينا مشكله بغتها. هاي قضيه ان شاء الله في حلقه اخرى اسولف لك. احنا باستراليا عندنا مشكله، مسؤولين كثيرون في الدوله العراقيه هم مقيمون في استراليا على مستوى وزراء على مستوى محافظين على مستوى، والمصيبه انه اغلب المقيمين في استراليا اغلبهم ذكرت اسمائهم في ملفات فساد في العراق. وحضرتك تعرف انا ماكو داعي اذكر، لان هذا الموضوع يدخلني بقضيه قانونيه هنا باستراليا ممنوع ان اذكر اسماء في الاعلام، بس هي معروفه، الشعب العراقي يعرف اسماء الاشخاص المقيمين في استراليا والذين هربوا من العراق باتهامات فساد. هذا الاعلام كله شرحه. فهذه القضيه الحقيقه عانت منها الجاليه العراقيه، هذه الجاليه اللي يبلغ عددها تقريبا 80,000 عراقي، اللي يعني بدا نزوحها من عام 76 الى عام 2001 وصل عددها 24,000. طيب. ثم حصلت الهجرات البحريه من ايران وسوريا ثم جماعه رفحاء الى ان وصل عدد الجاليه المسجله والحاملين الجنسيه الاستراليه من 75 الى 80,000، اضافه الى مهاجرين اخرين قد يصل تعداد الجاليه 100,000. هذه الجاليه مهمه فيها كوادر. طيب. واسوأ ما في هذه الجاليه هو وجود مسؤولين سياسيين طيب عراقيين تسنموا مناصب واتهموا بقضايا. ممتاز. الجاليه هي التي كشفتهم. يوجد لدينا الان عمارات لمسؤولين عراقيين موجوده ونندلها ونعرف اسمائهم. الجاليه دائما الجاليه العراقيه في استراليا تراقب هؤلاء وتكشف وتنشر بالفيسبوك. انا على مستوى الصحافه نشرت الكثير من الملفات حقيقه اقولها، ولكن ربما بالاعلام اتجنب ذكر الاسماء لان هذا يعني مخالف للقوانين الاستراليه ونحن نعرف من العمل الصحفي.